واحد من الوظائف الأساسية لأي منظومة صحية هو التمويل الصحي. لما نتكلم عن موضوع التمويل الصحي فإحنا بنتكلم عن ثلاث وظائف أساسية في أي منظومة صحية أو منظومة تمويل صحي، متعلقة في حشد الموارد من أجل الصحة، وبالتالي تحديد من أين ممكن أن تأتي الأموال والموارد المالية من أجل تقديم خدمات صحية ذات جودة جيدة لجميع أفراد المجتمع. الوظيفة الثانية هي كيفية إدارة هذه الأموال. الوظيفة الثالثة هي ما نسميه شراء الخدمات، والفكرة منها أنه نستخدم هذه الأموال التي تم حشدها وتم تجميعها من أجل تعويض مقدمي الخدمات الصحية، سواء كانوا أطباء، سواء كانوا ممرضين أو أي عاملين صحيين، ولكن أيضا من أجل تمويل البرامج الصحة العامة في المجتمع. فلما نتكلم عن منظومة تمويل صحي في دولة معينة بنحاول نطلع على هذه الوظائف، كيفية عملها وكيفية تحسين من أدائها، ويتم ذلك من خلال صياغة استراتيجية تمويل صحي للدولة المعينة.